راديو أورينت يقدم ملف اليوم السابع. أهلا بكم مستمعين الكرام إلى حلقة جديدة من ملف اليوم السابع. سأكون معكم أنا هادي أحمد على مدار ساعة كاملة، فمرحبا بكم. في ملفات هذا الأسبوع: حصار مضايا يكشف المستور، والنظام يكذب نفسه وينكر أكبر مآسي العصر الحديث. طريق جنيف: عصف دبلوماسي وغموض يكتنف المشهد. وفي ملفاتنا أيضا: طهران ترفع لواء التوتر السني الشيعي وتحرك أذرعها في المنطقة. أهلا بكم من جديد. دخلت المساعدات إلى بلدة مضايا المحاصرة منذ 7 شهور. هذه المساعدات عدت خجولة وقليلة ولا تكفي لسد رمق أكثر من 40,000 محاصر، فيما ينكر مندوب النظام في الأمم المتحدة بشار الجعفري وجود أي مجاعة أو حتى حصار، الأمر الذي أثار حفيظة الأمم المتحدة التي اعترفت بوجود المأساة، كما أثار الاستهجان وانتقاد العديد من دول العالم التي باتت أكثر قناعة بأن النظام يشن حرب إبادة على الشعب السوري. التقرير التالي يحمل المزيد. منذ 7 شهور ومضايا تئن وتستغيث، ومنذ 7 شهور أيضا والموت يزحف إلى أجساد أطفالها ورجالها ونسائها. النظام وميليشيا حزب الله حاول إخفاء الأمر، وأبعدت وسائل الإعلام عن البلدة، فحاصرتها إعلاميا وحاصرتها بالقنابل والألغام حتى تحقق غايتها وغاية إيران في إقامة ما يسمى المحمية التي تسعى طهران إلى إقامتها في سوريا. ميليشيا حزب الله، وبعد أن أنهك المرض والجوع أجساد أهل مضايا، بدأت بمساومتهم وشراء ممتلكاتهم مقابل الغذاء أو مقابل الحصول على جرعة ماء أو كسرة خبز، فهدفها واضح وهو امتلاك الأراضي وتفريغ المدن المحاصرة من ساكنيها. تمكن ناشطون من نقل مأساة البلدة إلى العالم، ووثقوا بالصور ومقاطع الفيديو هياكل عظمية ومدنيون يموتون من الجوع وجرحى ينزفون إلى حد الموت. فالتقفت محطات التلفزة والراديو ووسائل التواصل الاجتماعي ذلك، وبدأت بإظهار الجريمة إلى العلن. فتحركت الأمم المتحدة بأذرعها المختلفة إثر صرخات الاستغاثة، وتمكنت أخيرا من إدخال المساعدات إلى المحاصرين، إلا أن الصدمة جاءت مرة أخرى، فهذه المساعدات لا تكفي لسد رمق أكثر من 40,000 محاصر أو يزيدون، كما أنها قد لا تكفي لشهر واحد، ما ينذر باستمرار الكارثة، سيما وأنه لا توجد تعهدات باستمرار المساعدات مستقبلا. جريمة حرب تجويع جماعي، مأساة العصر، سمها ما شئت، وثقت وثبتت واعترفت الأمم المتحدة بها، إلا أن للنظام هنا قول آخر. فأنكر مندوبه في المنظمة الأممية بشار الجعفري وبشكل لا يصدقه عاقل وجود أزمة إنسانية في مضايا المحاصرة، متهما قنوات تلفزيونية بالفبركة الإعلامية. فبركة إعلامية تحدث عنها الجعفري وتجاهل متعمدا الصور التي تطايرت بشكل غير مسبوق عبر وسائل الإعلام، صور كانت تنطق بلسان سوري وهياكل عظمية شهدها العالم لأطفال ونساء وكبار بالسن من قلب مضايا. فأي فبركة يتحدث عنها الجعفري، أم أنه حاول مرة أخرى تبرير جريمة سيده بشار الأسد؟ وإن كانت هذه الصورة مفبركة، فلماذا اجتمع مجلس الأمن قبل أيام؟ ولماذا دعا الدول إلى ضرورة إنهاء الحصار؟ ولماذا دعا سياسيون بريطانيون حكومة كاميرون إلى إلقاء المساعدات جوا إلى المحاصرين في مضايا؟ هل غفل الجعفري كل ذلك؟ وفي رد على الجعفري، قالت المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة سماثا باور إن الوضع في مضايا رهيب، وأوضحت أن الذين يفرون من الظروف الفظيعة يجدون أنفسهم في مواجهة القتل أو الإصابة جراء الألغام أو نيران القناصة. هذا وأكد قسم العمليات الإنسانية في الأمم المتحدة تعرض مضايا لمجاعة جراء حصار قوات
قوات النظام وميليشيا حزب الله، وذلك في رد مباشر أيضا على زعم سفير النظام لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري بعدم وجود مجاعة في مضايا. إنكار الجعفري للمجاعة أثبت بالدليل القاطع محاولة النظام تضليل العالم عن جرائمه، وأثبت بأن الرؤية التي كانت مشوشة أمام العديد من الدول كانت نتيجة هذا التضليل. الجعفري ربما بتكذيبه لمأساة مضايا وضع نظامه في مأزق جديد، وكشف المستور وحقيقة الأمر لدول كانت بالأمس تنأى بنفسها أو تبتعد عن حرب النظام ضد الشعب السوري. وللحديث أكثر ينضم إلي المسؤول الإغاثي في جمعية رياض الصالحين العاملة في مضايا أبو أسامة. أبو أسامة مرحبا بك. يا أهلا وسهلا أخي الكريم، الله يسلمك. يعني أبو أسامة دعني أبدأ معك بالسؤال الأهم. ربما الآن يعني المساعدات لم تكن كافية، أريد لو تطلعني، هل كانت هذه المساعدات كافية أم أنها كما وصفها البعض هي مهزلة؟ والله يا أخي، هلا هي المساعدات اللي دخلت كاملة حتى مع كميات الطحين اللي دخلت مبارح هي حقيقة تكفي من 7 إلى 10 أيام كحد أقصى للعائلة المتوسطة. إذا كانت عائلة أكبر من هيك ممكن ما لا تكفي. طبعا نحن الاحتياجات أكبر من هيك كثير، أكثر بكثير، نحن بحاجة للمزيد. عندنا 40,000 محاصر، يعني هاي الكميات لا تكفيهم حقيقة أكثر من أسبوع، وحجم المأساة أكبر بكبير أكثر بكثير 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 من هذه المخدر. والمشكلة التي نعانيها نحن أنه في عنا أجساد خاوية نهائيا، ما فيها شيء، يعني بدأ وجبات غذائية متتالية حتى تعود إلى وضعها، بين ما تصل لهي الوجبات تكون انتهت. نعم. الوجبة المقدمة أو الإغاثة. على امبارح بوجود الأمم المتحدة، بوجود هيئة الصحة العالمية، هن وعم يعاينوا أحد المرضى توفى بين أيديهم، يعني هذا الموضوع هن عاينوه وتوفى، وهن انطلقوا بجولات ميدانية كاملة وشاهدوا بهذا الموضوع وأبدوا استعطافهم من هذا الموضوع بعيونهم، يعني حتى هن كانوا متعاطفين جدا 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 معنا بهذا الموضوع. نعم. وقالوا أنه حالة جوع صعبة جدا في المنطقة. يعني أبو أسامة، هل يكفي التعاطف؟ يعني هل تقدمتم بشكوى إلى موفد الأمم المتحدة الذي دخل إلى مضاي؟ هل تحدثتم معه؟ هل قلتم لهم أن المساعدات لا تكفي لعشرة أيام؟ هل وعدوكم بمساعدات مقبلة؟ هل هم قالوا سيسعون إلى إدخال كميات إضافية ومحاولة المساعدة، وحقيقة يعني عم يحاولوا بذل الجهود، ولكن نحن نعلم وأنتم تعلمون أن ميليشيا حزب الله ومشتركة مع النظام السوري مهما كان لن تفك هذا الحصار، لأن هي في عندها مشروع تهجير وقتل بطيء لهذه المنطقة. أخي الكريم، يعني الموضوع لا، فك الحصار هو الحل لهذه المنطقة، يعني ما موضوع إدخال مساعدات أو لا، نحن هون منطقة سلمية 100%، والكل يعلم ذلك، والكل يعلم أنه ما فيها عندنا هذه الأمور المسلحة أو كما يصفون. نحن هون هي حديقة خلفية لحزب الله في الحدود اللبنانية، هي بدها تحميها. الآن النظام يمارس كل الإمكانيات بمشتركة بحزب الله ليشتري الأرض مقابل الغذاء، هو تغيير ديموغرافي حقيقي يقع الآن، هذا الموضوع بات واضحا للعالم أنزل. ومهما تكلمت وزارة الخارجية السورية ومهما حاول ينفذ السياسيين، الموضوع وقع أخي الكريم، واستطاع الحمد لله، يعني نحن استطعنا كل نشطاء الثورة هون، كل نشطاء يوصلوا الموت البطيء والموت المحتم، إذا تتدخل كل من يملك إمكانيات للتدخل هون، يعني لا، يجب أن يكون هناك ضغط سياسي حقيقي وحل هذه المأساة التي تتعرض لها، ونحن نقول مضايا تموت ببطء. نعم، يعني شاهدنا وسمعنا عن حجم المأساة وقساوة الحصار. أبو أسامة، فما الذي تطالبون به الآن؟ وهل من أذان صاغية لمطالبكم الآن، يعني من الأمم المتحدة أم من المجتمع الدولي، ما الذي تطالبون به؟ والله يا أخي، أنا من هون من مضايا، من منتصف مضايا، ولا أعشي منتصف مضايا بالضبط، وناجد الأمم المتحدة أن تتدخل لوقف هذه
هذه المأساة الإنسانية التي يعني التي لا أعلم القائمون على هذا الموضوع بكل دول العالم. أنا أناشد الدول العربية والدول الأجنبية والدول الصديقة وأي دولة في العالم أنه هل أي سياسيين موجودين هل يعلمون ماذا سيتكلم عنهم التاريخ وما سيقول عنهم التاريخ؟ إذا لا يريدون شيء ألا ينتظرون أن التاريخ أن يكتب لهم كلمة تفيدهم في هذا الموضوع؟ أقل أن يرجعوا إلى التاريخ ويقول أن هذا الشخص وقف موقف إنساني في العالم. يعني ما بعرف حتى الأمم المتحدة ألا تخجل أن يكتب في التاريخ ماذا فعلت في مضايا ولم تقف ولم تستطع أن تأخذ هذا الموقف؟ نعم. أبو أسامة مسؤول إغاثي في جمعية رياض الصالحين العاملة في مضايا، كنت معي، شكرا جزيلا لك. أنتقل إليك سيد عبد الكريم الريحاوي رئيس الرابطة السورية لحقوق الإنسان، مرحبا بك. أحياتي، أهلا وسهلا بك. يعني سيد عبد الكريم، لماذا لم تتحرك الأمم المتحدة منذ 7 أشهر لإنقاذ أهالي مضايا؟ طبعا سمعت أبو أسامة، هو مسؤول إغاثي في مدينة مضايا، سمعت كيف شرح لنا الوضع. نعم تفضل. طبعا الأمم المتحدة بذلت جهودا كبيرة منذ اللحظات الأولى، ليس فقط في مضايا ولكن في بقية المدن والبلدات المحاصرة. هناك أكثر من 25 نقطة وبلدة ومدينة محاصرة في سوريا، بعضها بشكل شبه كامل حقيقة. وعلينا أن نعود الذاكرة قليلا إلى الوراء ونتذكر حصار مخيم اليرموك الذي يعني أودى بحياة المئات من الأشخاص، ولم تستطع الأمم المتحدة التدخل إلا بعد عام تقريبا. هنا ما يرتبط قرار تدخل الأمم المتحدة بموافقة الدولة على استقبال هذه المساعدات. يعني هي جريمة حرب لا تنتظر موافقة أحد سيد عبد الكريم. بالتأكيد ما يجري الآن من حصار وتجويع المدنيين هي جريمة موصوفة بالقانون الدولي وهي جريمة حرب، يتوجب ملاحقة ومحاسبة كافة المسؤولين عنها. ولكن نحن عزيزي علينا أن ننظر قليلا أن النظام السوري هو نظام عصي على القانون الدولي، وهو نظام يضرب عرض الحائط لكافة الاتفاقيات والأعراف الدولية، وهو يتمتع للأسف بحصانة كبيرة جراء يعني الحماية الروسية في مجلس الأمن. لا يوجد قرار ملزم من الأمم المتحدة بإجبار النظام على الانصياع لهذه القوانين بموجب الفصل التابع من ميثاق الأمم المتحدة. جميع القرارات الصادرة بالمناسبة عن مجلس الأمن هي قرارات غير ملزمة للنظام السوري، بما في ذلك القرار الأخير 2139 القاضي بإدخال المساعدات إلى المناطق المحاصرة بغض النظر عن موافقة النظام. هناك اتهامات سيد عبد الكريم للأمم المتحدة وللهلال الأحمر بالسكوت عن المأساة التي حلت بمضايا وسياسة التجويع التي راح ضحياتها العشرات، فما قولك بذلك؟ يعني أنا لا أستطيع أن أتوافق بشكل كامل مع هذا الكلام. هناك بعض الاتهامات إلى الهلال الأحمر السوري، هناك بعض الاتهامات التي توجهها وهي اتهامات محقة في بعض الأحيان. الهلال الأحمر عندما يتلقى مساعدات دولية وإنسانية يسمح بها النظام بدخولها إلى المناطق، غالبا ما يتم إيصال جزء بسيط منها إلى المناطق المحاصرة وتوزيع الباقي على المدن والبلدات الموالية وبيع القسم الأكبر في الأسواق السوداء، والبضائع التي عليها شعار الأمم المتحدة منتشرة بشكل كبير في أسواق السورية عبر تجار الموت وتجار الأزمات. يعني برأيك أليس مخجل حقيقة؟ برأيك أليس من مهمة الهلال الأحمر السوري إيصال صوت هؤلاء المحاصرين؟ الآن مضايا هي محاصرة، والآن المعظمية أيضا محاصرة ولا أحد يعلم بها. يعني ما لم تكن هناك وسائل إعلامية تسلط الضوء على هذا، فليس هناك هلال أحمر يتحرك الذي هو لا نعلم إن كان يتحرك بتوجيه من النظام أم من غيره أم من الأمم المتحدة. يعني ما قولك بذلك؟ نعم سيد الكريم، الهلال الأحمر هناك سوابق في الهلال الأحمر رصدناها خلال الثورة خلال الأعوام الماضية. كان الهلال الأحمر يتواطأ بشكل أساسي مع النظام السوري في أكثر من موقف، وهذا مخالفة صريحة لاتفاقيات جنيف، وهي جريمة وجريمة حرب، تعتبر جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية. استغلال الشعار المميز
لسيارات الهلال الأحمر بعمليات عسكرية تم من قبل النظام السوري باعتبار أن عبد الرحمن العطار وهو المشرف على حتى عمليات اغتيال تمت عن طريقهم. نعم هذا المشرف على الهلال الأحمر هو متواطئ بشكل أساسي مع النظام وهو مرتبط بشكل كبير مع النظام. لا يوجد حيادية ولا يوجد عمل إنساني إلى حد ما، ولكن هذا لا يمنع أن هناك أفراد يتمتعون بكفاءة وإنسانية عالية ضمن فريق الهلال الأحمر يفعلون ما بوسعهم ضمن الإمكانيات المتاحة لتقديم كافة أنواع العون والمساعدة إلى المدنيين بكل أشكالهم. نعم. ولكن ما تفضل. نعم سيد عبد الكريم، لماذا بوصفكم كرابطة لحقوق الإنسان سورية طبعا، لماذا لم تقدموا شكوى إلى الآن على إنقاذ المرضى في مضايا؟ هناك 400 شخص يعانون من سوء تغذية ويجب نقلهم فورا وهم مهددين بالموت لا محالة إن لم يخرجوا من مضايا. لماذا لم تتقدموا بأي شكوى كرابطة سورية لحقوق الإنسان؟ هل ستتركون هؤلاء إلى مصيرهم ومن يتولى هذا الملف؟ صديقي من قال لك أننا لم نتقدم بشكوى؟ ليس شكوى واحدة، هناك مئات النداءات والبيانات والتقارير التي أرسلناها إلى مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان. كيف كان الرد عليها؟ الدولية المعنية كان في البعض أجاب بأن المنظمات الدولية العاملة لا تستطيع العمل بدون توفير بيئة مناسبة وآمنة لأفرادها على الأرض، وهذا يرتبط ارتباط وثيق بموافقة السلطات الحكومية، ويستعملون عبارة أخرى كافة الأطراف المتحاربة على الأرض لتوفير الأمان والمعابر الآمنة لمرور الطواقم الطبية والمساعدات الإنسانية. يعني في مضايا يربطون دائما وصول هذه الطواقم الطبية والمساعدات بموافقة النظام السوري، وهو أمر يعني معلوم للجميع أن النظام السوري يتبع استراتيجية يعني ممنهجة في الحصار والتجويع، يعني يستعمل هذا الأمر كسلاح لتركيع هؤلاء المدنيين، لتركيع هؤلاء الناس السائرين المطالبين فقط بالحد الأدنى من الكرامة والعيش. يعني ليس هناك أي مسلحين في مدينة مضايا سوى ميليشيا حزب الله التي هي بالفعل موالية للنظام وتقوم بحصار المدينة، ليس هناك من أي مسلح سوى مسلحي حزب الله؟ يعني ألم يكن في خلده لمندوب الأمم المتحدة كل ذلك؟ لا، هو يعتبر أن أفراد أو الثوار السوريين داخل مدينة مضايا هم جزء أيضا من يحملهم في كثير من الأحيان المسؤولية عن استخدام المدنيين كدروع بشرية. سمعنا هذا الادعاء أكثر من مرة. للأسف تم توظيفه من قبل الأمم المتحدة بعد أن استعملته ميليشيات حزب الله والنظام لتبرير هذا الحصار. في سيد عبد الكريم في دقيقتين، الجعفري وتصريحاته الذي أنكر وجود الحصار والمأساة، برأيك هل كان الرجل في كامل قواه العقلية لينكر ذلك رغم ما نشر وينشر رغم التصريحات الدولية المنددة بالحصار؟ يعني الجعفري هل كان يحاول إبعاد الجريمة عن بشار الأسد؟ طبعا بعدما قال الكثيرون بأنه أوقع النظام بمأزق جديد وكشف الكذب الذي يمارس النظام من قبل النظام والتضليل الإعلامي أيضا. يا عزيزي، المجتمع الدولي ليس بحاجة إلى كشف زيف وادعاءات النظام. لنا في مقابلات المجرم بشار الأسد مع وسائل الإعلام الدولية خير دليل على ذلك. نعم. يعني بشار الأسد أنكر تماما أنه يستعمل البراميل، وأنكر أيضا وقال لمراسلة أعتقد واشنطن بوست أنه ما هي البراميل، نحن لا نستعمل البراميل. يعني هناك مليون دليل على أن النظام يستعمل براميل متفجرة لقتل الناس، ورأس النظام ينكر هذا الأمر على الملأ. فمن الطبيعي أن يقوم الجعفري بإنكار حصار مضايا ويعتمد بأن الصور مفبركة، ونسي أن هذه الصور هي من مخيم اليرموك الذي جوعه النظام السوري على مدى عام كامل، وجعل يعني سكانه يقتاتون على الحشائش والقطط والكلاب لإركاع هذا النظام، لإركاع هذا الشعب السائر.
إذن نحن أمام نظام كما قلنا يعني يشهد سقوط إنساني وأخلاقي على كافة المستويات، ولا نتوقع منه دائما إلا المزيد من هذه السقطات. والمجتمع الدولي عاجز تماما عن فعل أي شيء، باعتبار أن النظام السوري أصبح بشكل أو بآخر الدولة الثالثة دائمة العضوية في مجلس الأمن، كون روسيا تستعمل حق الفيتو لتعطيل أي قرار لصالح. شكرا كامل. نعم رئيس الرابطة السورية لحقوق الإنسان كنت معي، شكرا جزيلا لك. وفي ملفنا الثاني، جنيف، ومن المقرر أن تحتضن بعد عدة أيام محادثات بين المعارضة السورية ووفد من النظام. الطريق إلى جنيف تعتريها الكثير من العقبات وسط ضغط من دول عدة لتقديم تنازلات وفرض أسماء جديدة على وفد المعارضة. التقرير التالي يحمل المزيد. ويقترب الموعد المقرر لمباحثات جنيف، وتقترب معه إلى أرض الواقع فرضيات عدة ويتجاذبه الكثير من الجدل. الطريق إلى جنيف سالكة ومعبدة أم صعبة المسير ومخاضها عسير؟ أسئلة كثيرة تبحث عن إجابات، وربما بعض أجوبتها تائه في فضاء الدبلوماسية التي باتت ترتب أوراقها كل بحسب ما يريد. استشعرت على ما يبدو المعارضة السورية التحول في الموقف الأمريكي، واستشعرت كذلك ما يحاك في اجتماعات كيري لافروف، ويبدو ذلك جليا بعدما أعلن رياض حجاب منسق المعارضة السورية أن الولايات المتحدة تراجعت عن موقفها بشأن سوريا بتخفيفها موقفها لاسترضاء روسيا، وحذر من أن المعارضة ستواجه خيارا صعبا بشأن إمكانية المشاركة في محادثات السلام المنتظرة هذا الشهر. وأضاف حجاب إن الخلافات لا تزال قائمة مع حكومة النظام والأمم المتحدة بشأن جدول أعمال المحادثات، ولم يوضح صراحة عن طبيعة هذا التحول، إلا أن ما يشاع حول سعي واشنطن إدراج اسم هيثم مناع زعيم ميليشيا سوريا الديمقراطية في لائحة أسماء المعارضة ينذر بما هو أسوأ، وهو ما يعني فرضيا أن واشنطن تشارك موسكو على اعتبار أن الهيئة العليا ليست الممثل الوحيد لوفد المعارضة. كما أن حجاب قال سابقا وخلال لقائه الرئيس الفرنسي إن الهيئة العليا تريد التفاوض وإنها جادة في ذلك، ولكن يجب أن تتوافر ظروف ملائمة، إذ لا يمكن التفاوض مع النظام فيما هناك جهات خارجية تمارس القصف على الشعب السوري وترتكب المجازر اليومية بحقه، وذلك في إشارة إلى روسيا وإيران وميليشيا حزب الله. وقد أبلغت الهيئة العليا للمفاوضات الرياض بأسماء الوفد الذي سيلتقي وفد حكومة النظام في الأسبوع الأخير من الشهر الجاري، إضافة إلى فريق مساند. وبعيد ذلك شهدت مدينة جنيف حراكا سياسيا بين روسيا والولايات المتحدة على مستوى مساعدي وزراء الخارجية لوضع اللمسات التحضيرية الأخيرة لمؤتمر جنيف 3 السوري. والعقدة الأبرز التي واجهت المجتمعين هي الوفد التفاوضي للمعارضة إلى مؤتمر جنيف، وعلى الرغم من أن موسكو لم تحدد موقفها صراحة من هذه المسألة سوى ضرورة توسيع الوفد المفاوض، كما لم تصعد موقفها بعد من هذه النقطة، وهي القادرة على إرباك العملية السياسية كلها إذا لم تتم الاستجابة لمطالبها ومطالب النظام. وفي حال نجح الروس والأمريكيون بالتوصل إلى تفاهمات المرحلة الانتقالية المتعلقة بالدستور ومصير الأسد الذي أجل البحث فيه إلى مرحلة لاحقة، من شأنها أن تمنح ديمستورا غطاء سياسيا وشرعيا للمضي قدما في المسيرة التفاوضية، ومحاولة تذليل كافة العقوبات التي ستعترضه في جنيف 3. وللحديث أكثر ينضم إلي يحيى مكتبي، الأمين العام للإئتلاف الوطني، وفيستلاف ماتازوف، محلل سياسي روسي. أهلا بكم ضيفي الكريمين. أبدأ من عندك سيد ماتازوف، المحلل السياسي الروسي. مرحبا بك سيد ماتازوف. نعم، يعني سيد ماتازوف، روسيا تذهب بعيدا عن خارطة الطريق التي أقرها مجلس الأمن، إلى حد أنها ذهبت لتشكيل معارضة مقبولة لدى النظام، أو كما يقول البعض مدجنة،
وتشكيل ميليشيات لها أو داعمة لها هي ميليشيا قوات سوريا الديمقراطية. إلى أين تذهب روسيا؟ هل تذهب لتحقيق السلام أم أنها تسعى إلى إفشال المفاوضات من خلال استهداف قادة المعارضة وفرض لائحة أسماء بالمنظمات الإرهابية كما تريد هي؟ كل المحاولات القراءة قرار المجلس الأمن بخصوص سوريا تفشل بلا شك، لأنه قراءة القرار المجلس الأمن 2254 2253 واضح تماما، هو منبسع من جذور السياسة الخارجية الروسية بالشرق الأوسط، ولا يمكن أن يتهموا أنها لم تتمسك بهذا القرارات. بالعكس، أنا أقول أن هناك مشاكل كثيرة في صفوف المعارضة السورية، هناك ضغوطات تركية، وتحت ضغط التركي ما دعوا لاجتماع المعارضة بعض الأطراف المعارضة من جنسية الكردية. ولذلك إذا نحن ننظر على من هو يقرر يؤلف الصفوف المعارضة، هناك العبارة واحدة، أن أوسع ما ممكن الفصائل المعارضة لازم أن يتمثلوا في ضمن الوقت المفاوض. ولذلك إذا واحد يعتبر أنه يقرر من هو مكانه في الوفد، من هو مكانه خارج الوفد، هذا الموقف لم يمر، لأنه هناك تفوق واضح تماما القرار المجلس الأمن. هل سيد متزوف هل روس نعم سيد متزوف نعم سيد متزوف هل قررت روسيا أنها داخل الوطن أم خارج الوطن عندما نشرت قواعدها العسكرية في سوريا والتدخل في سوريا؟ أولا، الآن واضح تماما أن وجود العسكري الروسي في سوريا في لدائية في طرطوس، إذا كانت سابقا للمركز إمدادات، اليوم تتحول إلى القاعدة الدائمة نتيجة الهجوم الخارجي على سوريا، نتيجة المحاولات تدمير الدولة السورية. وروسيا أعتت هناك على أسس الشرعية باتفاق مع اتفاقية مع السلطة الشرعية السورية، ووجود الروسي العسكري لم يناقش اليوم ولا في أمم المتحدة ولا على صعيد الإقليم. يعني أنت تقول لي هذا أمر الواقع، يحب واحد شيئا أحد هذا أو لا، هذا أمر الواقع. يعني أنت تقر موجودة ويدعم جيش العربي السوري وسلطة سورية. إذن أنت تقر بأن روسيا ضربت عرض الحائط كل مقررات مجلس الأمن وذهبت إلى تشكيل معارضتها وتشكيل قواتها أو القوات الروسية الهوى على الأرض السورية كميليشيا قوات سوريا الديمقراطية، والمعارضة الممثلة بهيئة التنسيق من قبل هيثم مناع. أولا، أنا إذا واحد في العالم العربي أو في العالم يعتبر أن جبهة النصرة، الداعش، المنظمات المعتدلة، أن الجيش الإسلامي أو أحرار الشام هذه القوة المعتدلة، نحن ننظر على هذه القوة. هل الميليشيات الإيرانية وحزب الله اللبناني وميليشيا النجباء العراقية ومجموعة الميليشيات الأفغانية التي تحارب السوريين الآن وتهجرهم من بيوتهم، حزب العمال الكردستاني الذي صنف من قبل الأمم المتحدة بأنه منظمة إرهابية، هل هو معارضة أو دعنا نقول معارضة معتدلة متفقة مع النظام التي تشكل ثلثي ميليشيا قوات سوريا الديمقراطية؟ أولا، أن روسيا ترفض رفضا قاطعا التدخل التركي، تدخل تركي واضح تماما. إذا اليوم مع أي قوة تواجه الجيش العربي السوري من جبهة النصرة، من داعش، من أحرار الشام، من جيش إسلامي من جهة، ومن جهة أخرى المجموعات المسلحة التي أتت إلى سوريا
عبر أراضي تركيا. نعم. متدربة بأتراك. ابقى نعم. إمدادات وتمويل من تركيا. ابقى معي سيد. قاتل موجود. نعم. ابقى معي. نعم. قل لي من وين جنسية أعطوا إلى هذا البلد؟ عن شو أهدافهم؟ نعم، ابقى معي سيد متزوف المحلل السياسي الروسي. سأعطيك الوقت سيد متزوف. نعم، ابقى معي. أنتقل إليك الأمين العام للائتلاف الوطني سيد يحيى مكتبي. سيد يحيى، مرحبا بك. أهلا وسهلا بكم. يعني سيد يحيى، بما يخص جنيف، تصريحات عدت غير مسبوقة للسيد رياض حجاب واتهم فيها واشنطن بتحول موقفها. برأيك ما الذي دفع حجاب لقول ذلك الآن؟ الحقيقة واضح هذا الأمر ليس في الفترة الحالية. عنوان المشهد في سوريا اليوم غزو وعدوان ومشاركة في حرب الإبادة ضد الشعب السوري من قبل ثلاثي العدوان الروسي الإيراني ونظام بشار الأسد، في مقابل من الطرف الأمريكي تراجع خطوة إلى الوراء وترك الملف في سوريا إلى الجانب الروسي. دعني أقول في هذا السياق، إذا أردنا أن نعرف أو أن نفهم ما يقوله السيد ميدزودف حول الأمور المتعلقة بالمفاوضات، يجب أن ننظر أعمق من هذا الأمر إلى ما ترمي إليه روسيا من خلال كل هذه الوقائع. روسيا في حقيقة الأمر تريد إعادة تأهيل نظام الإجرام في دمشق، هذا النظام الذي يستطيع أن يدخل في جينيس للأرقام الإجرامية بامتياز بعد قتل 300 ألف سوري وتدمير 70% من البنية التحتية في سوريا وتهجير في الداخل والخارج لنصف الشعب السوري حوالي 12 مليون. هذا النظام الإرهابي السادي الذي يتلذذ بتعذيب المواطنين، والقضية المشهورة ربما لم يسمع بها السيد ميدزودف، قضية قيصر التي قضى فيها 11 ألف سوري من بينهم أطفال ونساء تحت التعذيب. نعم. في أقضية نظام الأسد. نعم، دعنا نعم سيد. دعني أقول فقط نقطة أخيرة. نعم. إذا كان هدف المفاوضات في جنيف أن يأتوا ب يعني ما تسميه روسيا معارضة لتتقاسم مع نظام بشار الأسد السلطة وفتات السلطة كوزارات الرياضة والسياحة وربما الثقافة، فبالتأكيد هذه ليست موقف الطيف العريض من قوى الثورة والمعارضة. نعم، دعنا نعود إلى نحن نريد المفاوضات من أجل الانتقال السياسي وتأسيس نظام سياسي جديد بعيدا عن إجرام عصابة الأسد وحلفائه. يعني بما أنك قلت لي بعيدا عن إجرام نظام الأسد وحلفائه، هل من الممكن أن تفرض واشنطن اسم هيثم مناع على المعارضة؟ وما هي غايتها وهدفها؟ وماذا سيكون موقف المعارضة من ذلك؟ ليس هنالك عندنا معلومات تقول أن واشنطن تريد فرض أي من الأسماء. الحقيقة الذي يلعب هذا الدور هو روسيا، لأنه كما قلت الهدف البعيد هو الاتيان بشخصيات تستطيع القولبة مع نظام بشار الأسد وتتقاسم معه ما يسميه النظام ويكرره في كل الإعلام الناطق باسمه حكومة وحدة وطنية. نحن لدينا تجربة يعرفها السوريون جميعا، الجبهة الوطنية التقدمية، ربما هكذا شكل المعارضة الذي يريدها بشار الأسد. لكن دعني أقول أيضا أن السيد ميدزودف تحيد عن ذكر العصابات الميليشيوية التي أسهمت في 2000 مجزرة بحق السوريين، بالإضافة إلى نظام الإجرام في دمشق كمثل حزب الله وكتائب أبو الفضل العباس ولواء الفاطميين الأفغاني. كل هذه الميليشيات الإجرامية والتي هي حقيقة وجه آخر لداعش والنصرة. نعم. هذه المنظمات الإرهابية التي تفتك بالسوريين
كلها مرفوضة من قبل المعارضة، كلها أتت من خلال تسهيل نظام الأسد عبورها ووجودها في سوريا من أجل أن يقول للعالم بأسمه إما أنا وإما الإرهاب، يعني إما الإرهاب الأكبر وهو نظام بشار الأسد، وإما الإرهاب الأصغر الذي تمثله هذه الميليشيات الطائفية الحاصلة. نعم، دعني أنتقل بهذه الجزئية إلى سيد متزوف. سيد متزوف، من هي المعارضة المعتدلة برأي روسيا؟ هل هي حزب العمال الكردستاني الذي يؤلف ثلثي الميليشيات من قوات سوريا الديمقراطية التي تعمل على تهجير السكان في سوريا؟ نعم تفضل. ليست حزب العمال الكردستاني، هي بمسمى آخر، ولكن هناك أحزاب عديدة، حزب ديمقراطي، أحزاب ديمقراطية كردية. لماذا ما دعوهم إلى المعارضة؟ هناك ممثلين للأكراد سيد متزوف، هناك ممثلين للأكراد في الائتلاف الوطني والمعارضة السورية في مؤتمر الرياض. هذا المشكلة الأولى. حيث منع، لماذا هو يمكن أكثر من أي عنصر في قيادة المعارضة كان يعاني من السلطة السورية، لأنه يعني هو خرج من السجن عدة مرات، سجنوه، كان باقي في السجن سنوات، والآن هو أحد القياديين في صفوف المعارضة وهيئة التنسيق، ومرفوض. مرفوض لماذا؟ لأنه شريف، لأنه نزيف، وبغض النظر أنه معارض، هو ينادل من أجل سوريا، من أجل شعب سوري. ولذلك لا نستطيع أن ننظر على اللوالب الغربية أو تركية في صفوف المعارضة. ومن هو يدفع المعاش لهؤلاء الناس؟ منهم يمولون المقاتلين، منهم يرسلون 100,000 مقاتل من كل أنحاء العالم. اليوم هذا الضربة ترجع على تركيا، نعم، لأنها مسؤولة. الآن انفجارات وإرهاب على أراضي تركيا نتيجة سياسة تركيا خلال 5 سنوات، هم اللي زرعوا بذور الإرهاب في سوريا. إذن في كلامكم تقولون لي بأن أو تقولون لنا بأن هيثم مناع هو الشخص المنتخب من قبلكم لتمثيل المعارضة المعتدلة، وما دونه هو إرهابي. لا يعتبر أحد هيثم مناع إرهابي. التقوا معه في موسكو، وأنا شخصيا عدة مرات كنت التقي معه هون، ولا أعرف، أنا أعرف جيدا أن وين هو موقفه. موقفه كان ضد النظام، هو كان معارض غير اصطناعي. ما مش روسيا اختارت حيث منع، مش روسيا اللي جابته، لأن روسيا كانت منفتحة لكل الفئات بما فيها الائتلاف السوري، وكل المنظمات المعارضة كانت يأتوا إلى موسكو ويستقبلوهم ويناقشونهم. وهناك أن لا يترك المجال أن تتحول معارضة سورية إلى لوالب القوة المهتمة بتدمير الدولة السورية. ألا تعتقد أن الطائرات الروسية ألا تعتقد أن الطائرات الروسية التي ارتكبت المجازر في دوما وعدة مناطق من ريف دمشق ومن إدلب في معرة النعمان، هل تعتقد بأن هذه الطائرات تجلب كروت سلام ورسائل سلام للشعب السوري بأننا سننقذكم وسنذهب إلى خارطة الطريق وسنذهب إلى سلام؟ هل السلام يحصل هكذا؟ أنا كنت أرفض 100 مرة هذا الأكاذيب. أولا أنا من وين أعطت هذه المعلومات؟ من رامي عبد الرحمن من لندن. أنا سألت عندكم في قناة أريان تي في على حديث المباشر مع رامي، مين خبرك لك؟ قال أن هذا خبروني من المكان لتفجرت الصواريخ الروسية. إذا نحن سيكون ننطلق من أمر الواقع. من يخبرنا سيد متزوف؟ نعم. من يخبرنا هي جثث الأطفال في معرة النعمان وفي دوما، هؤلاء من يخبروننا؟
بأن الطائرات الروسية هي التي تقصف. هل المعارضة لديها طائرات سيدي؟ هناك خارطة الموجودة الأهداف التي دربت القوات الجوية الروسية موجودة، هذه الخارطة في الإنترنت. نعم، هذه الخارطة قائمة على تهجير الناس من ريف دمشق وإدخال ميليشيات شيعية بدلا منهم وقصف المدنيين، لأنكم باعتباركم أن مادون هيثم مناع هو إرهابي. يا سيدي الكريم، يا سيدي الكريم، سيدي هذا ليس كلامي، لكن أنا أقول لك رأي الشعب السوري، رأي الساحة السورية، رأي الناس، الشعب منهم لاجئين ومنهم في الداخل السوري. الشعب السوري من هيثم مناع، أنا عارف هيثم مناع ليس كل السوريين سيد متزوف، وأنا عارف هؤلاء الناس هم كذلك سوريين، مش أنتم. هناك آراء كثيرة، وفكرة الروسية أن يتجمع السوريين قبل أن يتدخلوا الأجانب. نعم، دعني وجود الأجنبي. نعم، دعني أنتقل. ولا من يمين. نعم سيد متزوف، كل القضية لازم أن يكون في اليد السوريين. نعم، وأنا أرفض التدخلات الأجنبية إلى هذا. يجب أن ترفض التدخل الروسي أيضا سيد متزوف، إذا كنت ترفض التدخلات روسي. الأجنبية وحتى نعم. أمريكي وحتى تركي وحتى روسي أيضا، وحتى إرهابي من أفغانستان وحتى روسي أيضا سيدي، وحتى روسي. روسيا أعطت هناك ليست بنتيجة مخططات الروسية، روسيا أعطت نتيجة. نعم، دعني سيد متزوف أنتقل إلى سأعطيك الوقت سيد. نعم سيد متزوف المحلل السياسي الروسي كنت معي، شكرا جزيلا لك. أنتقل إليك سيد يحيى مكتبي. سيد يحيى، أريد أن أسأل هنا، هل روسيا والنظام يسعيان إلى إثارة الجدل حول وفد التفاوض؟ يعني النظام يشترط الحصول على أسماء من وفد التفاوض للمعارضة، ويرفض أن يكون للفصائل العسكرية أي دور فيما قد تفرض روسيا كذلك بعض الأسماء ومن بينهم هيثم مناع. دعني أذكر ضيفك من موسكو بالبيان الصدر عن أهلنا في درعا يتبرؤون من هيثم مناع ومن مواقفه الأخيرة. نحن لا ننكر أن الرجل نعم دفع ثمن مواقفه، السجن في سجون حافظ الأسد وعائلة الأسد بشكل عام، لكن تغير المواقف وخاصة في رسالته الأخيرة الحقيقة هي التي تضع إشارات استفهام كبيرة حول شخصية هيثم مناع. دعني أقول جوابا على ما تفضلت به، بس السؤال لو سمحت مرة ثانية. نعم، روسيا تسعى إلى، هل روسيا والنظام يسعون إلى إثارة الجدل؟ يعني النظام يشترط الحصول على أسماء وفد المعارضة، ويرفض أن يكون للفصائل العسكرية أي دور فيما قد تفرض روسيا كذلك بعض الأسماء ومن بينهم هيثم مناع. نعم تفضل. الحقيقة أنه نحن لا ننكر مكانة روسيا في الساحة الدولية، كلنا يعلم أن روسيا عضو دائم في مجلس الأمن، ويفترض بها من خلال هذا الموقع أن تكون حريصة وتعمل على الاستقرار والأمن الدوليين. لكن للأسف الشديد نحن نجد أن المواقف الروسية متناقضة تماما مع مكانتها، حيث تمارس إرهاب الدولة كما يحصل في سوريا. أما بالنسبة لتدخلها في المعارضة السورية فهذا الأمر ليس بجديد. نحن نذكر جيدا دعوة إلى موسكو واحد وموسكو اثنين، والتي كان حقيقة المقصد الأساسي منها هو تشتيت المشتت وتمزيق الممزق. يومها في موسكو واحد استخدم لأول مرة سفير النظام بشار الجعفري معارضات سورية لفتح المجال أمام، يعني ربما تجد في النهاية ماهر الأسد معارضة سورية، والحرس الجمهوري والفرقة الرابعة هم جيش حر. فهذا يعني هذا المنطق السقيم الذي يستخدم. يعني برأيك تشكيل جيش حر جديد مدجن؟ بالتأكيد، يعني كما أقول لك، لأنه
ادعاءات روسيا حينما بدأت عدوانها وغزوها على سوريا، قالت أنها تتواصل مع كتائب من الجيش الحر. فربما نحن لا نعلم أن الحرس الجمهوري التابع لبشار الأسد والفرقة الرابعة التابعة لماهر الأسد أصبحت جيش حر، ونحن لا ندري، يعني كأننا نعيش في عالم آخر. نعم. على كل هذه التناقضات وكل هذه المواقف الداعمة لنهج الإجرام لنظام بشار الأسد، كلها لن تؤدي إلى المطلوب. نحن أمام مفترق طرق، وأنا أقول عبر إذاعتكم الكريمة سيد يحيى إذا سمحت لي، هذه قد تكون أيضا الفرصة الأخيرة أمام المجتمع الدولي ليتحدث وليجد معارضة معتدلة حقيقة تؤمن بسوريا الوطن بكل أبناء السوريين، وتريد أن تتخلص من نظام الاستبداد والإجرام إضافة إلى الوجه الآخر للاستبداد والإجرام وهو التطرف والإرهاب، وتبدأ بداية جديدة. ربما هذه السلوكيات الآن التي يدار بها الأمور تفضي. نعم. سيد إلى إذا سمحت لي، ليس هنالك معارضة. نعم. سيد يحيى، ويبقى المشهد في سوريا حكرا على قوى التطرف والإرهاب من نظام بشار الأسد والحرس الثوري الإيراني وداعش وحزب الله. نعم. سيد يحيى، دعني أن ننتقل إلى المفاوضات، إلى مآلات لا تحمد عقباها. نعم. سيد يحيى، هل سيكون هيثم مناع الكرت الذي ستلقي به روسيا والنظام لإفشال المفاوضات؟ يعني هم يشكلون معارضة معتدلة ومدجنة من قبلهم، أو كما يوصفونها بأنها معتدلة، هل سيكون هيثم مناع هو الكرت الذي ستفشل فيه المفاوضات روسيا؟ يعني هي تهدف لكسب المزيد من الوقت لتنفيذ مشروعها. إذا كان الحديث عن حل سياسي حقيقي جاد يحقق تطلعات الشعب السوري في استرداد حريته وكرامته وبناء دولة العدالة، فبالتأكيد نحن جاهزون وجادين. نعم. لهذا الأمر. إذن ما هي توقعاتكم؟ هل أنتم متفائلون بالمحادثات المقبلة؟ لا، دعني أقول لك، أما إذا كان من خلال إشراك هكذا شخصيات إشكالية المراد منها هو عبارة عن عقد إذعان وسق استسلام وعودة إلى حد الوطن، فهذا لن تقوم به على الإطلاق الطيف الواسع من قوى الثورة والمعارضة. ما دفعه الشعب السوري ثمنا لحريته وكرامته لن يباع إلا بالثمن الذي أود أن أشكرك. الذي يحقق ليس لدي الكثير من الوقت. سيد يحيى مكتبي الأمين العام للائتلاف الوطني، كنت معي، شكرا جزيلا لك. في ملفنا الأخير، الحرب الطائفية تحرك مياهها الراكدة في طهران، وتسعى طهران إلى إحداث شرخ عميق في الجسد العربي ومن بين أبنائه، كون إيران تهدف أيضا إلى تحريك ميليشياتها لإحداث ما ترنو له وتضع ثقلها ويدها على الجرح النازف في المناطق الملتهبة أصلا. المزيد في سياق التقرير. منذ إعدام السعودية لأحد مواطنيها الشيعة المدعو نمر باقر النمر بتهمة التحريض على القتل والفتن، وإيران تشتعل بحقد طائفي غير مسبوق وتسعى إلى تصعيد الموقف بكل ما أوتيت من قوة، فحرسها الثوري اقتحم وسهل الاعتداء على السفارة السعودية بطهران، فثارت ثائرة السعودية وردت بقطع العلاقات، وتبعتها دول عربية عدة بذلك. منذ ذلك الوقت وجدت إيران نفسها في مأزق كبير، فالعزلة ازدادت حولها وموقفها الدولي الذي حاولت تجميله بعد الاتفاق النووي، فأدركت إذن طهران خطورة موقفها، فاتخذت موقفا متسترا للفتنة وبدأت عن بعد تحرك ميليشياتها التخريبية في عدة بلدان عربية. استباحتها هذه الميليشيات منذ الزمن وعاثت بها خرابا،
ميليشيا الحوثي المدعومة من طهران بدأت أو حاولت قصف عدة مدن سعودية حدودية. وفي العراق فالحديث ليس به حرج، فميليشياتها بدأت فورا بالتحرك فأحرقت المساجد التابعة للسنة وبدأت بإعدامات ميدانية لعشرات شبان وصادرت وأتلفت ممتلكات المدنيين السنة. والأمر لم يتوقف عند هذا الحد، بل إن إحراق المساجد مستمر والقتل الطائفي كذلك مستمر ولن يتوقف أبدا. وللحديث أكثر ينضم إلي من السعودية المحلل السياسي السعودي سليمان العقيلي وفارس الكاتب المحلل السياسي العراقي. أهلا بكم وضيفي الكريمين. دعني أبدأ من عندك سيد سليمان العقيلي. يعني سيد سليمان، كما تعرف، ألم تلعب إيران برأيك تغذية الصراعات السنية الشيعية في العراق وكذلك في مختلف الدول العربية للحفاظ على مصالحها أو لإيجاد مساومات سياسية والحصول على اتفاقات جديدة تختم مصالحها؟ نعم تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، أحييك وأحيي ضيفك الكريم والأخوة المستمعين. مرحبا بك سيد سليمان. نعم، بالنسبة لنظرتي أنا شخصيا وكثير من المراقبين في السعودية وفي الخليج، إيران لديها مشروع سياسي، وفي واقع الأمر مشروع إمبراطوري أعلنت عنه أو أعلن عنه المسؤولون الإيرانيون في عدة مناسبات وعلى كافة المستويات، ولا يعني يخبئون نواياهم الإمبراطورية الفارسية، ولا يهمهم في ذلك الدين أو الطائفة أو المذهب، إنما يهمهم كيف تتحقق أهداف هذا المشروع الإمبراطوري القومي في واقع الأمر. وهم في ذلك يستخدمون كل الأدوات، الأداة المذهبية الطائفية، الفرقة بين العرب حسب طوائفهم، التفريق بين المسلمين حسب مذاهبهم، اللحن على المعزوفات الهوية الفرعية في كل قطر عربي، ولا يتوانون في الواقع عن رفع الشعارات الرنانة ذات الأهداف الديمغوجية مثل العدالة وقوة الاستعمار وقوة الاستكبار، وبينما هم في الخفاء يبرمون الصفقات في واقع الأمر مع قوة الاستكبار وقوة الاستعمار. ورأينا كيف تقاسموا الكعكة الإيرانية والكعكة الأفغانية وهم الآن يحاولون مع الغرب. دعني أنتقل بهذه الجزئية إلى المحلل السياسي العراقي فارس الكاتب. سيد فارس مرحبا بك. مرحبا بك. يعني سيد فارس، هل تريد ليس لدينا الوقت. نعم أريد أن أنتقل إليك بجزئية المحلل السياسي السعودي سليمان العقيلي. هل تريد إيران أن تبني إمبراطوريتها على أشلاء العراقيين؟ لماذا هذا التدخل في الشؤون العراقية؟ لماذا كل دولة تدخلها إيران وتتدخل فيها تتحول إلى محرقة، وخاصة في العراق وبمباركة من الحكومة العراقية أيضا؟ يبدو أن الاتصال قد انقطع. أعود إليك سيد سليمان العقيلي. سيد سليمان دعني أنتقل إليك بهذه الجزئية. برأيك هل تريد إيران أن تبني إمبراطوريتها على أشلاء العراقيين؟ ولماذا هذا التدخل في الشؤون العراقية السورية وفي اليمنية وفي البحرين وفي المملكة السعودية أيضا، يعني بتوريث أمريكي وبقبول من الحكومة العراقية؟ نعم، هو بالنسبة للعراق وضعية استثنائية، لأنه معظم أطراف السلطة الآن في العراق تربوا في أحضان المؤسسة الحاكمة الإيرانية طوال سنوات الحرب العراقية الإيرانية، وتدربت ميليشياتهم على أيدي الحرس الثوري،
وأنا لا أعول في واقع الأمر على الطبقة السياسية العراقية الحالية، يعني التي تسدد الديون للنظام الإيراني، وإنما أملي في الأجيال العراقية القادمة ذات الحشد الوطني، وبعدما تتعلم من دروس الحاضر وكيف يراد لبلدها أن يتمزق، وكيف يراد لوحدتها الوطنية أن تنقسم وتتجزأ، وكيف يراد لوطنها يعني أن يفقد سيادته وحريته. نعم، ولذلك فالأمل في نعم في المستقبل إن شاء الله. نعم سيد سليمان، تقول إيران أن ميليشيا الحشد الشعبي هي لمقاتلة تنظيم الدولة، وهناك من يقول من المحللين أنها نسخة عن البسيج الإيراني. نعم، لماذا هي تهجر السكان السنة؟ لماذا تقوم باختطافهم؟ لماذا تقوم على تغذية هذا الصراع؟ هل هو سداد للديون كما ذكرت لي قبل قليل، أم هي تريد توسيع الإمبراطورية على أشلاء العراقيين؟ وفي آخر نقطة، ما الذي ستفعله السعودية أو ما الذي عليها فعله من أجل وقف هذا التمدد في المنطقة؟ نعم، فيما يتعلق بالأهداف الإيرانية في العراق واضحة في واقع الأمر. نعم، لأنه تخويف الطائفة الشيعية من السنة والعكس، وتخويف السنة من الشيعة هدف من أهداف الإمبراطورية الإيرانية المراد إقامتها. نعم، وهي تمزيق الدولة العراقية وتمزيق اللحمة والنسيج الاجتماعي، وهذا لا يتحقق إلا عبر هذا الاشتباك الطائفي عبر الميليشيات المجهولة والمعروفة. أما فيما يتعلق بالنسبة للمملكة العربية السعودية، فهي في الواقع تنطلق من الرؤية العربية. لا يمكن للرياض وحدها أن تنوء بالمسؤوليات الجسام لرتق هذا الانقسام وهذه الفتنة ومعالجة هذه الفتنة. هذا يتطلب في الواقع مشروع قومي عربي وإسلامي ووطني عراقي. والمملكة العربية السعودية هي الآن أرسلت سفيرا إلى بغداد. نعم، وتم اعتماده وباشر عمله، وهذا هذه الخطوة خطوة في إطار إعادة العلاقة مع الحكومة العراقية ولدفع العراق نحو حاضنته العربية وتخفيف التأثير الأجنبي على العراق الذي يعني بانت ملامح أهدافه في هذا البلد. نعم، ولا شك أن السعودية ستقوم بما هو واجب عليها تجاه أشقائها، سواء في دفع العراقيين إلى الحوار وإلى التفاهم وتكريس العيش المشترك والقيام بمسؤوليات تشييد الدولة الوطنية. نعم، أو فيما يتعلق أيضا بالدفاع. نعم، عن العراق. أود أن أشكرك المحلل السياسي السعودي سليمان العقيلي، كنت معي، شكرا جزيلا لك. وبهذا مستمعينا نصل إلى ختام ملف اليوم السابع، نلقاكم في حلقة جديدة وملفات أخرى، إلى اللقاء. ملف اليوم السابق.